90% من البنات عارفين انه النمص حرام وانها ملعونة لو تنمصت، ومع هيك تتنمص وبتعمل حواجبها خط. و90% من البنات عارفين انه العطر حرام وانه يطلق عليها زانية مع كل شمة راجل العطرة، ومع هيك بتتعطر. و90% من البنات عارفين انه رؤوسهم كأسنومة البخت المائلة، ومع هيك تتجاهل الحديث وبتعمل بف. و90% من البنات عارفين انه النساء الكاسيات العاريات المائلات لا يدخلن الجنة، ومع هيك بتتبرد بتحط على وجهها 1000 لون عشان تفتن الشباب. 90% من البنات عارفين انه حرام تبين شعرها من الطرحة، وبتعمل عمدا وبتحطها على نص راسة. و90% من البنات عارفين انه البنطلون حرام، ومع هيك بتلبس فيزون وبتبين كل تفاصيل جسمها. 90% من البنات عارفين انه صحبة الشباب حرام، وانها ممكن تقع في الرذيلة بنفضح هي وعيلتها، ومع هيك تعمل علاقات بدون خوف لا من الله ولا من اهل. 90% من البنات عارفين انه الحرام طريق النار والحلال طريق الجنة، ومع هيك ماشي بكل ثقة وجكر على طريق النار. اخت التائية بنصحك قبل فوات الاوان فكري 1000 مرة قبل ما ترتكبي الحرام، لانه جسمك النحيل لن يتحمل جهنم. الله يهديكي ويهدينا ويهدي بنات المسلمين جميعا.